تو مازال قاعد يخدم عفوا ما فرغتش في القصعه في الوقت سياخ فبعد الانتهاء من ذبح الاضاحي يفتح يمسح المجال للتدريب نتاعو الجير نتاعو يبقى لازم في المرفق ابعد صور غادي هو يعني اول مره راه الشيء هذا ما غير عادي هاك ساكن لهنا انت ما تدريش لم في جلود ونجيب لجماعة الصبخة هنا ومنهم جراج نهاري زين نبيع لهم وكل نجيب فيه من الجنوب من القابس من المارث من كل جمهوري نجيبو فيه وطاو خاي ما عادش نجيبو طاو الحاجة الوسق ما فماش نجيب لهنا تلوح والملح الملح بيه ما فماش ثم الناس تلم الجلد مع الززارة وتخلي عنده وبعد تجيب لنا اللي نحن يبداو ملحين يجيبوا يبيعونا للدباغة نتاع المكني ثم 11 دباغة اللي في المكني بداو واضحين كل بالصناعة التقليدية جاتنا احنا كالأزمة نتاع سوسة وكذا وشنو تعبنا قعدنا برشا مسكر يعني واحد من الناس قعد عام مسكر اي جون هكاك ثلاثة الوان البازارات اللي في سوسة وفي تونس وفي الجمهورية في الجلد تاع المكني بيعوا النوابلية النوابلية تخيط سكان وستوشات وشلايك وسبت وشابوات هم يبيعوا للسياح كيفاش توا شادة هكاك الجزيرة؟ وتوا ما عندناش عروسه كي تخرج لازمها تخرج 13 جلود في الزهاز نتاعها معروف هذا هما توا الجراري اللي يرقدوا عليهم ولا يحشوا فيهم في الصوف ما عادوش يشريوهم العروسه لازمها تخرج جراي صوف عندنا المزود زاد المزود مصنوع من جلد الماعز اللي كنا نعملوا فيه البن اللي تحكي فما سبابط يصنعوهم ولا كل سبابط قول اي احكي لنا كل السياح يجيونا من العالم اجمل بلاسك وياخذوا جلود يحبوا الجلد التونسي والطقس عندهم بارد سيرتو في روسيا تو احنا اغلبيه السياح يجونا من روسيا طقس بارد ياخذوه يحطوه في الكرهب وفي الديار نتاعهم